منظر قلما تشاهده في العواصم العربية لشوارع تغرق بمياه الأمطار. أمطار خير وبركة غسلت شوارع وأحياء العاصمة صنعاء، هطلت بكثافة لتحول عددا من الشوارع كميدان التحرير والجامعة وشميلة والحصبة إلى بركة مياه، ما تسبب بتضرر عدد من المحال التجارية والمنازل وسط استجابة ضعيفة من الدفاع المدني. وامتلأت السائلة بمياه الأمطار المتدفقة التي تسببت بقطع الطرقات وألحقت أضرارا مادية بمنازل المواطنين، وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للمياه التي غمرت الأحياء نتيجة السيول المتدفقة، كما أظهرت أيضا مركبات مغمورة بالمياه وشخصا ينقذ المواطنين عبر قارب خاص. ميدان التحرير هو الآخر، تحول إلى بحيرة من غزارة الأمطار التي شهدتها صنعاء وشلت الحركة المرورية، فضلا عن الخسائر المادية التي لحقت بالتجار. ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصورا رصدت المشهد من شبابيك المنازل وأسطح البنايات توضح غزارة الأمطار وغرق بعض السيارات ومحاولة شفط الأمطار بطرق بدائية في مبادرات شخصية كي لا تنساب إلى المساكن المجاورة. الأمطار التي شهدتها عدد من المدن بحجم نعمها هنا في صنعاء تشكل عائقا كبير، خاصة لساكني الأحياء البسيطة وأصحاب المحال التجارية القريبة من مجرى السيول، بسبب إهمال وتجاهل الميليشيا الحوثية إصلاح قنوات التصريف رغم المبالغ الطائلة التي تنهبها من الجبايات والإتاوات وخزينة الزكاة، ما يضيف فصلا جديدا من الأزمات المرورية داخل شوارع العاصمة صنعاء والمناطق المحيطة بها.